بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من سلسلة دروس كتاب الهداية، شرح بداية المبتدي لمولانا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ومن أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لزمته لما قلنا. ويرفضها من أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق، يعني المراد بذلك أنه طبعا كان محرما بالحج، كان محرما بالحج، ولكنه قبل أن يتحلل من إحرام الحج أو قبل أن يطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ماذا فعل؟ أحل بحجة أو بعمرة، أهل بعمرة. فمن أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لزمته هذه العمرة ويرفضها. لماذا يرفضها؟ لأنه إذا لما قال الشيخ رحمه الله من أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق، الله، يعني ما زال هو الآن محرما، ما زال محرما للحج الأول، للحج، فأدخل إحرام العمرة على إحرام الحج، أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج. نعم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حكم من أهل بالعمرة بعدما تحلل من الحجة، بعدما تحلل من الحجة بالحلق، سيأتي معنا حكم هذه العمرة. الله. قال: ومن أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لزمته هذه العمرة لما قلنا ويرفضها. إيش يعني لما قلنا؟ مر معنا أكثر من مرة في السابق أحبابنا أن الجمع بين الحج والعمرة ما حكمه مشروع في حق الآفاق، لذلك قلنا هذا الذي أحرم بالعمرة أدخل العمرة على الحج، على الحج قبل أن يتحلل منه، يكون قد جمع بين الحج والعمرة، جمع بين الحج والعمرة، وهذا مشروع. ولكن ماذا يفعل؟ قال: ويرفضها، أي يلزمه الرفض، يعني يجب عليه أن يرفض هذه العمرة التي أدخلها على على إحرام الحج. قال: لأنه قد أدى ركن الحج ويرفضها، أي يلزمه الرفض لأنه قد أدى ركن الحج. ما هو ركن الحج أحبابنا؟ الوقوف بعرفة، لأنه قد أدى ركن الحج وهو الوقوف بعرفة، لأن الصورة الآن متصورة أنه أتى بها قبل الوقوف
قبل طواف الزيارة، قبل طواف الزيارة وقبل الحلق، وقبل الحلق كما ذكرت لكم قبل قليل. قال ويرفضها، أي يلزمه الرفض، لأنه قد أدى ركن الحج الذي هو الوقوف بعرفة، فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه، من كل وجه يكون بنى في هذا الإحرام، يكون قد بنى، لأن كما قلنا ما زال محرما إلا أنه بقي عليه ماذا؟ التحلل من الإحرام، فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه. وقد كرهت العمرة في هذه الأيام، يعني هذا وجه آخر، يعني ذكر الآن لنا وجهين، وجهين يقتضيان لزوم رفض العمرة. الوجه الأول، الوجه الأول أنه بنى أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه، هذا الوجه الأول للزوم رفض العمرة. الوجه الثاني الآن، الوجه الثاني للزوم رفض العمرة، أن العمرة في هذه الأيام مكروهة أيضا، هذا وجه آخر، العمرة في أيام النحر هي مكروهة. قال وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكر، كما سيأتي ذكر هذه المسألة في باب فوات الحج إن شاء الله تعالى. قال فلهذا يلزمه رفضها، يعني ولكونها مكروهة في هذه الأيام، أو لكونه بنى أفعال العمرة على أفعال الحج، ولكون العمرة مكروهة في هذه الأيام يلزمه رفضها، يلزمه أن يرفض هذه العمرة. الله. قال فإن رفضها فعليه دم لرفضها، فإن رفضها فعليه دم لرفضها، وعمرة مكانها، يعني يجب عليه أن يأتي بعمرة قضاء مكانها، فإن رفضها فعليه دم لرفضها وعمرة قضاء مكانها، مكان المرفوضة، لما بينا. قال فإن مضى عليها أجزأه، فإن مضى عليها يعني لم يرفضها، رفضها هو لازم في حقه، يلزمه أن يرفضها، ولكن هو لم يرفضها بل مضى على هذه العمرة التي بناها على أفعال الحج وأتى بها في الأيام المكروهة. قال فإن مضى عليها أجزأه، لما أجزأه؟ قال لأن الكراهة هنا ليس لذاتها، وإنما الكراهة لمعنى في غيرها، لمعنى في غيرها، لأن الكراهة لمعنى في غيرها، لذلك صحت هذه العمرة وإن كانت مكروهة، ولكن الكراهة ليست لذات العمرة، وإنما الكراهة لمعنى آخر جاور العمرة. ما هو المعنى الآخر الذي جاور العمرة فجعلها مكروهة في هذه الأيام، أيام النحار؟ قال لأن الكراهة لمعنى في غيرها، وهو يعني المعنى التي كرهت العمرة لأجله في أيام النحر، كون هذا الحاج يعني الذي أحرم بالحج مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج، أنه عندنا أعمال ما زالت هناك للحج، عندنا الحلق، وعندنا الذبح، وعندنا طواف الزيارة، وعندنا رمي الجمرات، هناك أعمال ما زالت في الحج. قال كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج فيجب تخليص الوقت له، يعني يجب أن يجعل الوقت خالصا لأداء ما تبقى من أفعال الحج. قال تعظيما، فيجب تخليص الوقت له تعظيما، يعني تعظيما للحج، وتعظيم المتبقي من أيام الحج إنما يكون بتخليص الوقت، بجعل الوقت خالصا لأداء ما تبقى من أفعال الحج. كما قلنا في باب الصلاة أنه تكره النافلة بعد صلاة الفجر. ليه؟
أو بعد صلاة العصر. لما؟ قلنا لأن الوقت مشغول بالفرض حكما. وكذلك الآن الوقت ها أيام النحر هي مشغولة بأداء ما تبقى من أفعال الحج، فلذلك كانت مكروهة، كانت العمرة مكروهة في هذه الأيام. فينبغي أن يخلص هذه الأيام، أن يجعل الأيام هذه خالصة لأفعال الحج، خالصة عن مزاحم لها، خالصة عن مزاحم لها من أي نسك آخر. قال وعليه دم لجمعه بينهما، وعليه دم لجمعه بينهما، هذا إن مضى في العمرة ولم يرفضها لزمه دم للجمع بين الحج والعمرة. كيف الجمع بين كيف هو جمع بين الحج والعمرة؟ كيف ذلك؟ قال والجمع، وذلك الجمع هو إما في الإحرام، وذلك إن أحرم للعمرة قبل التحلل، من إحرام الحج، فيكون قد أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج، فهنا يكون قد جمع بين الحج والعمرة في الإحرام، لأنه أحرم للعمرة قبل التحلل من إحرام الحج. الصورة الثانية للجمع بين الحج والعمرة، إذا وعليه دم لجمعه بينهما، لجمعه بين الحج والعمرة، إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية. يعني الآن قد هو يحرم للعمرة، ولكن بعد أن يتحلل، من إحرام الحج بعد الحلق، فأحرم حلقة وتحلل من إحرام الحج، ثم الآن أحرم بعمرة، ولكن بقي عليه، طواف الزيارة، بقي عليه رمي الجمرات، كذلك رمي الجمرات، فيكون قد جمع بين الحج والعمرة من حيث الأعمال، الباقية للحج. نعم. إذا وعليه دم لجمعه بينهما إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية. قالوا وهذا دم كفارة أيضا، يعني لا وليس دم شكر، أنا الذي يشوشني أن أسمع تكبيرات العيد من المسجد، هل سمحوا بإقامة صلوات صلاة العيد في المساجد؟ هل منكم من يعرف شيئاً حول هذا الموضوع؟ عندنا كذلك، يعني مسموح إقامة صلاة العيد في المساجد؟ لا لا، الأطفال فقط في بعض الأماكن. أيوة، يعني هناك مساجد سمحوا لهم إقامة صلاة العيد؟ لا لا لا، فقط التكبيرات، يعني فقط التكبيرات. تكبيرات نعم. أيوة. طيب خير إن شاء الله، أسأل الله السلام لنا ولكم ولجميع المسلمين. إذن قالوا وهذا دم كفارة أيضا، فإذا قلنا دم كفارة يعني لا يجوز له أن يأكل هو منهم. هذا الدم يعني دم الجمع بين العمرة والحج، إما بالإحرام أو بالأفعال إن مضى فيه، هو دم كفارة أيضا. وقيل إذا حلق للحج، ثم أحرم يعني للعمرة لا يرفضها، هذه العمرة على ظاهر ما ذكر في الأصل، على ظاهر ما ذكره الإمام محمد، في كتابه الأصل. وقيل يرفضها احترازا عن النهي، وقيل يلزمه رفضها احترازا عن النهي عن العمرة في هذه الأيام، يعني في أيام التشريق.
قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله. قال الفقيه أبو جعفر نقطتان هنا ينبغي أن يكون قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا. أيوة عندكم بالنسخة التي وضع نقطتين بعد أبو جعفر أم بعد مشايخنا؟ إننا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله نقطتان ومشايخنا رحمه الله على هذا. إيه الحمد لله. قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا. إيش يعني على هذا؟ يعني على هذا القول وهو وجوب رفض العمرة وإن كان قد أحرم للحجة للعمرة بعد الحلق. أي نعم. الله. قال فإن فاته الحج. فهمنا أحبابنا الكلام؟ واضح إن شاء الله. قال فإن فاته الحج. الآن مسألة جديدة. فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة فإنه يرفضها. معنى هذا الكلام أن من فاته الحج، يعني فاته الوقوف بعرفة لعذر ما إذا أحرم بحجة أو أحرم بعمرة فإنه يرفض ما أحرم به ثانيا إيه نعم. ليه؟ قال لأن فائت الحج. الآن في عندنا إذن مسألتان، فاته الحج فأحرم بعمرة أو أحرم بحجة، يلزمه يجب عليه أن يرفض العمرة إن كان قد أحرم بعمرة، ويلزمه أن يرفض الحج إن كان قد أحرم بالحج. طيب لماذا الآن لابد من التعليل لماذا يرفض العمرة التي أحرم بها؟ والتعليل الآخر، لماذا يلزمه أن يرفض الحج الذي أحرم به بعدما فاته الحج؟ إذن عندنا الآن تعليلان. التعليل الأول، يعني إذا كان أحرم للعمرة بعدما فاته الحج، يعني ما زال الآن هو متلبسا بإحرام الحج الذي فاته، فالآن أحرم بعمرة، لماذا يلزمه رفضها؟ قال لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة. على ما يأتيك في باب الفوات إن شاء الله تعالى. قال فيصير جامعا بين العمرتين. يعني أنا الآن لما فاتني الحج ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أخرج من أفعال الحج بأفعال عمرة وهذا الإحرام الذي أحرمته أنا للحج الذي فاتني لا ينقلب إحرام عمرة. هذا عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله محمد. أما الإمام يوسف ماذا قال؟ ينقلب هذا الإحرام إذا فاتني الحج، ينقلب هذا الإحرام إلى إحرام عمرة لذلك قال من غير أن ينقلب إحرامه إحرام الحج الفائت يعني إلى إحرام عمرة. طيب الآن فاته الحج، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يخرج من أفعال الحج بأفعال العمرة.
فإذا أحرم بعمرتين هذا فائت الحج يكون جامعا بين العمرتين الأولى العمرة الذي لزمته بفوات الحج والثانية هي التي أحرم لها بعد فوات الحج فيكون جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال والجمع بين العمرتين ما حكمه مرة معنا في درس سابق أنه بدعة فيجب رفضها فيجب خلف عليه أن يرفضها يعني فيجب عليه أن يرفض العمرة التي أحرم بها بعد فوات الحج بعدما فاته الحج وهو ما زال محرما بالحج الفائت قال فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بعمرتين إنسان أحرم بعمرتين في آن واحد يجب عليه أن يرفض العمرة الثانية وعليه دم لرفضها إذن هذا التعليل الآن التعليل لأن لوجوب رفض العمرة التي أدخلها على إحرام الحج الفائت أما إن كان قد أحرم بحجة جديدة وهو ما زال محرما إحرام الحج الفائت ماذا قلنا يجب عليه أن يرفض هذا الإحرام أيضا لما قال وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما هو ما زال محرما للحج الفائت فإذا أحرم بحجة ثانية الآن يكون جامعا بين الحجتين إحراما فلا بد أن يرفض واحدا منهما قال فعليه أن يرفضها أن يرفض الحجة الثانية التي لم تتأكد بعد بفعل من الأفعال فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها قضاء ماذا؟ قضاء التي أحرم لها بعد فوات الحج عليه يعني صار في عنده الآن قضاء صار عنده قضاء حجين الحج الفائت وحج الحجة التي أحرم لها بعدما فاته الحج قال وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها لأنه صح شروعه في إحرام الحجة الثانية وإن كان هذا الشروع مكروها لأنه أحرم للحجة قبل وقتها ولو مضى فيها سيبقى محرما عاما كاملا قال لصحة الشروع فيها قال وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم وعليه كذلك دم لرفض هذا الحج هذه الحجة بالتحلل قبل أوانه لأنه تحلل قبل أداء تلك الحجة الثانية والله تعالى أعلم وكذلك عليه دم لرفض العمرة وعليه قضاؤها والله أعلم واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا نعم الحمد لله رب العالمين قال باب الإحصار طبعا الإحصار في لغة أحبابنا بالأصل هو معناه المنع مطلقا أو مطلق المنع بمعنى أن الإحصار هو المنع عن كل شيء المنع عن الكلام إحصار المنع عن الأفعال إحصار المنع عن النظر إحصار المنع عن الطعام إحصار فالإحصار في اللغة المنع مطلقا أي عن كل شيء والمحصر هو الممنوع هذا الإحصار في أصل اللغة أما في الشرع فهو الإحصار فهو المنع أو منع المحرم لأن منع غير المحرم يسمى إحصارا لغة ولا يسمى إحصارا شرعا منع المحرم عن أداء الركنين الطواف الوقوف بعرفة وطواف الزيارة فإذا منع عن أحدهما لا يسمى محصرا
لا يسمى محصرا. فالإحصار شرعا هو منع المحرم عن أداء الركنين معا، عن أداء الطواف، عفوا عن أداء الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. فإن منع عن أحدهما لا يسمى محصرا، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وإذا أحصر المحرم، يعني منع عن أداء الركنين طواف الزيارة والوقوف بعرفة، بعدو، وهذا العدو، هذا العدو قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم. بقطع النظر قد يمنعك من الحج العدو المسلم، وقد يمنعك من الحج العدو غير المسلم. فبقطع النظر بعدو سواء كان مسلما أو غير مسلم، أو أصابه مرض بعدما أحرم للحج، أصابه مرض علة تمنعه من الذهاب إلى الحج فهو محصر، أو أصابه مرض فمنعه من المضي، يعني من أداء النسكين، منعه هذا المرض من أداء الوقوف بعرفات وطواف الزيارة، ما الحكم؟ جاز له التحلل، جاز للمحرم المحصر التحلل، يعني الخروج من الإحرام، جاز له الخروج من الإحرام. وسيأتي الآن معنا كيف يخرج من الإحرام هذا المحصر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يكون الإحصار إلا بالعدو، لا يكون الإحصار إلا بالعدو. يعني الإمام الشافعي قال: لا يباح للحاج التحلل بالإحصار إلا إذا كان الإحصار، أو إلا إذا كان المحصر، إلا إذا كان الإحصار من قبل العدو، أو إلا إذا كان المحصر عدوا، إلا إذا كان المحصر عدوا. أما إذا منعه المرض فلا يباح له التحلل، فلا يباح له التحلل، بل يصبر حتى يرتفع المرض، بل يصبر حتى يرتفع المرض، يزول عذره ثم عذره ثم يتابع بعد ذلك حجه. ما هو دليله على ذلك؟ ما هو دليله؟ قال: لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة، لتحصيل النجاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر من الذي منعه؟ منعه كفار مكة، كفار مكة، أي نعم، لذلك تحلل. قال: لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة، أن ينجو من العدو، من فتك العدو، فلذلك يتحلل. وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض، يعني ما به من المرض. يعني هو يرى الإمام الشافعي أن علة الإحلال أو التحلل أو الخروج من الإحرام من المحصر هو كي ينجو من العدو. طيب الآن لو تحلل هل يخرج من هذا المرض الذي وقع به؟ لا يخرج من المرض، إذن لماذا يتحلل؟ لا ينبغي أن يتحلل. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يعني هو وقف عند النص، هو وقف عند النص. أما سيدي أبو حنيفة هو نظر إلى العلة الحقيقية من الإحصار، إلى العلة، يعني هو الإمام سيدي أبو حنيفة رحمه الله هو يعني كما هي عادة الأحناف دائما، هم لا يقفون عند ظاهر النص، ليس لا يقفون عند ظاهر النص، بل هم ينظرون، يدخلون إلى العلل الحقيقية للنصوص فيبنون عليها أحكام. قال: ولنا أن آية الإحصار وردت، أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة، أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة. كيف يعني بإجماع أهل اللغة؟ قال: فإنهم، أي أهل اللغة، قالوا: عندنا إحصار وعندنا حصر، فقالوا: الإحصار يكون بالمرض والحصر يكون بالعدو. فهناك فرق، الإحصار يكون بالمرض
والحصر يكون بالعدو. والباري ماذا قال جل وعلا؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيكون الإحصار المبالغ في القرآن هو المنع بسبب المرض وليس بسبب العدو. قال والتحلل قبل أوانه. التحلل يعني هنا الشيخ المرغلاني رحمه الله تعالى يعني كأنه أراد يعني أن يتنزل للشافعية، فكأنه يقول لهم سلمنا لكم أن آية الإحصار وردت في الحصر بسبب العدو، سلمنا لكم أن آية الإحصار وردت في الحصر بسبب العدو. وأنه لا فرق بين الحصر والإحصار، لكن ينبغي أن تتنبه الخطاب للشافعية أن المرض ملحق بالعدو، دلالة. لما؟ قال لأن التحلل للمحصر قبل أوانه إنما شرع لحاجة واحدة، ما هي؟ قال لدفع الحرج. التحلل قبل أوانه إنما شرع لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام. إذن نحن الآن نقول سلمنا لكم أن الإحصار هنا أن الآية وردت في الحصر من العدو، وأن الحصر والإحصار بمعنى واحد، ولكن المرض ملحق بالعدو. لما؟ كيف ألحق الحنفية المرض بالعدو في الإحصار؟ قال لأن التحلل إنما شرع لدفع الحرج الحاصل الآتي من قبل امتداد الإحرام. قال والحرج في الاصطبار عليه مع المرض، الحرج في الاصطبار على الإحرام مع وجود المرض أعظم من الحرج الحاصل له من حصر العدو. فهناك حرج، فأنا عندما أكون محصن ممنوعا من الحج وأنا مريض أقع بحرج شديد، وهذا الحرج أشد بكثير من كوني الآن ممنوعا عن الحرم بسبب العدو، لأنني ربما أستخدم دواء وأنا محصر في الحج، أستخدم دواء يلزمني جنايات متعددة فيلزمني دماء متكررة، فلذلك أخرج من هذا الحرج الذي وقعت به بدم واحد. إذا ما هي علة التحلل للمحصر قبل الأوان؟ هو الوقوع في الحرج لو استدام الإحرام. فلما نظرنا إلى العلة إلى المقصد من التحلل قلنا بأن المرض ملحق بالعدو. أعيد فأكرر، هذا الجواب من الحنفية للشافعية على سبيل التنزل والتسليم، يعني سلمنا لكم أن الآية وردت في الإحصار بالعدو. فهمنا أحبابنا؟ نعم. قال وإذا جاز له التحلل، أن إذا جاز للمحصر التحلل، وإذا جاز له التحلل يقال له للمحصار ابعث شاة تذبح في الحرم، ابعث شاة تذبح في الحرم، وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل. طبعا هنا لما قال أول شيء يقال ابعث شاة تذبح في الحرم، يعني يراد بذلك أن يبعث قيمتها،
يعني ربما يتعذر عليه أن يبعث الشاة بذاتها، فالمراد أن يبعث يعني قيمتها، وإن أرسل الشاة لا مانع من ذلك، إن بعث شاتان لا مانع من ذلك، ولكن يجوز أن يبعث القيمة. نعم، تذبح في الحرم ولا تذبح خارج الحرم لتقيد هذا الذبح في الحرم. وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه، يعني الذبح الإحصار من الإحصار غير متقيد بالزمان، وإنما متقيد بالمكان، وهذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. سيد أبو حنيفة رحمه الله يقول: دم الإحصار غير مؤقت بالزمان وإنما مقيد بالمكان. دم الإحصار عند سيد أبي حنيفة غير مؤقت بالزمان وإنما هو مؤقت مقيد بالمكان. إنعم، لذلك يحتاج إلى المواعدة ليعرف وقت الإحلال. أما عند الصاحبين فدم الإحصار هو كدم المتعة، مؤقت بيوم النحر، مؤقت بيوم النحر. فإذا كان دم الإحصار مؤقتا بيوم النحر فلا حاجة إلى المواعدة عند الصاحبين. ليه؟ لأنه لن يذبح قبل يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر يكون قد ذبح. طبعا هنا عندنا مسألة أنه لو ظن المحصر أن من واعده في يوم ما ظن أنه قد ذبح وتحلل وأتى بمحظورات الإحرام، ثم بعد ذلك تبين له أنه لم يذبح، ما الحكم؟ وجب عليه دماء الجنايات. لذلك ينبغي عليه ألا يتحلل إلا بعد أن يتيقن بأن الدم قد ذبح، أو بأن الشاة قد ذبحت، قالوا إنما يبعث إلى الحرم ولا يذبحه في مكانه ولا يذبحه في بلده، قال لأن دم الإحصار قربة، هذا الدم دم الإحصار قربة، والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان يعني مخصوص أو مكان مخصوص على ما مر. قال فلا يقع قربة دونه، يعني فلا يقع دم الإحصار قربة دونه، يعني دون هذين، يعني دون المكان أو الزمان، ولكن عند سيد أبي حنيفة رحمه الله كما قلنا الزمان ليس بشرط. فلا يقع قربة دونه أو دون واحد منهما. قال فلا يقع به التحلل، فإذا لم يقع قربة لا يقع به التحلل. وإليه الإشارة بقوله تعالى، يعني الباري تبارك وتعالى أشار في القرآن إلى تعين المكان في الإحصار، في أن المكان معين في دم الإحصار. وإليه الإشارة عرفتم إليه إيش عم إليه؟ يعني إلى تعيين المكان. الشارع أشار بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل هو عبارة عن المكان. فالشارع نهى عن الحلق حتى يبلغ الهدي موضع حله. طيب الآن هذا النص القرآني لم يبين لنا المراد من الحل. انتبه، لقد ورد نص آخر في القرآن الكريم فسر الشارع من خلاله المراد من المحل، حيث قال تبارك وتعالى ثم محلها
إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. طبعا وليس المراد هنا، وليس المراد هنا بالبيت العتيق عين الكعبة، عين البيت، لأن الدماء لا تراق فيه، الدماء لا تراق هناك، وإنما المراد بالبيت العتيق هنا مطلق الحرم، الحرم. فيكون الباري تبارك وتعالى أشار في هذا، في هذين النصين الكريمين من القرآن الكريم إلى المكان الذي يذبح فيه دم الإحصار، دم الإحصار، فيكون دم الإحصار مقيدا بالمكان دون الوقت، وهو مذهب الإمام، وهو مذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقت به، يعني لا يتوقت الذبح بالحرم، لا يتوقت، لا يتوقت الذبح بالحرم. فعند الشافعي يصح ذبح هدي الإحصار في غير الحرم، يعني حتى لو ذبحه في موضع الإحصار أو في بلده يصح عند الإمام الشافعي. قال لما؟ قال لأنه شرع رخصة، هذا الدم شرع رخصة، والتوقيت لو قيدناه، لو قيدناه بالمكان، لو قيدناه بالمكان قال يعود على موضوعه بالنقض، تبطل به، تبطل الرخصة، يكون أبحنا يعني رخصنا له من جهة وأوقعناه بالشدة من جهة أخرى. قال والتوقيت يبطل التخفيف، هذا قول الإمام الشافعي. قلنا المراعى في هذه المسألة، في مسألة الإحصار، المراعى أصل التخفيف وليس نهايته، وليس نهاية التخفيف يعني كل التخفيف، لا، المراعى في مسألة الإحصار هو أن نخفف عن هذا المحرم من وجه، عن هذا المحرم من وجه وليس من جميع الوجوه، بدليل، يعني الدليل على أن المراعى، الدليل على أن المراعى في مسألة الإحصار أصل التخفيف وليس كل التخفيف، الدليل على ذلك أنه، أن المحصرة لو لم يجد الهدية، لو لم يجد الهدية، نعم، هل يباح له التحلل أم يبقى محرما أبدا حتى يخرج من إحرامه إما بذبح أو بأفعال عمرتين؟ بالإجماع والاتفاق بيننا وبينه أنه إن كان معسرا لا يجد المال لذبح الهدي أو إرسال المال إلى شراء الهدي، لم يملك المال، ما الحكم؟ بالاتفاق بيننا وبينه أنه يجب عليه أن يبقى محرما أبدا حتى يذبح أو يتحلل، يخرج من الإحرام بأفعال العمرة. فكان إذن المراعى في مسألة الإحصار التخفيف من وجه وليس من جميع الوجوه. قال وتجوز الشاة، تجوز الشاة في الذبح هدي الإحصار، لأن المنصوص عليه الهدي والشاة أدناه، وتجزيه البقرة والبدنة أو سبعها كما في الضحايا، لو كانوا مثلا سبعة حجاج أحصروا وهنهم السبعة، يعني يرسلون الثمن بقرة أو يذبحون بقرة أو بدنة. قال وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها، لأن ذلك قد يتعذر، بل له أن يبعث القيمة بالقيمة حتى تشترى الشاة هناك هنالك وتذبح عنه. وقوله ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير، واضح الكلام، ليس، لا يلزمه أن يقص شعره أو أن يحلق، ليس عليه ذلك. قال وقوله ثم تحلل إشارة إلى أنه، لأن المحصر لا، يعني خروجه من الإحرام ليس مقيدا بالحلق أو بالتقصير. قال وقوله ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير، وهو قول سيد أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمهم الله، وقال أبو يوسف عليه ذلك، يعني يجب عليه أن يحلق،
عليه أن يحلق هذا المحصر. ولو لم يفعل، يعني قال أبو يوسف ولو لم يفعل، نعم أقول أنا عليه أن يحلق، ولكن لو لم يحلق قال لا شيء عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام هذا تعليل لأبي يوسف بأنه يلزمه الحلق، لأنه يلزم المحصر الحلقة أو الحلق، لأنه عليه الصلاة والسلام حلق عام الحديبية وكان محصرا بها بالعمرة يعني، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك، أمرهم بالحلق، فلذلك قال أبو يوسف يلزمه الحلق. ولهما لسيد أبي حنيفة رحمه الله ومحمد أن الحلق إنما عرف قربة، أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج، إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج، يعني هنا قال مرتبا يعني قربة أداؤها مرتبا على أفعال الحج، فلا يكون نسكا قبلها. الحلق إنما عرف قربة إذا كان مرتبا على أفعال الحج، فإذا لم يكن مرتبا على أفعال الحج لا يكون قربة. وفي الإحصار لا توجد أفعال الحج، فكيف نلزمه بالحلق؟ قال فلا يكون نسكا قبلها، أي لا يكون الحلق نسكا قبل أفعال الحج، لا يكون نسكا قبل أفعال الحج، يعني فلا يكون الحلق غير المرتب على أفعال الحج نسكا، فلا يكون الحلق غير المرتب على أفعال الحج نسكا. ليه؟ لأن الحلق إنما عرف قربة ونسكا إذا كان مرتبا على أفعال الحج، والآن المحصار لم توجد منه أفعال حج، فكيف نقول له يلزمك أن تحلق؟ والحلق لا يكون قربة إلا إذا كان مرتبا على أفعال الحج. طيب الآن أبو يوسف استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الجواب؟ الجواب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما حلقوا؟ قال ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف، أو نقول ليعرف، إما ليعرف يعني تقدير كلام ليعرف المشركون أو ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف، ليعرف من الذي يعرف المشركون يعني في كلا الحالين يعني، إذن ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف. فلذلك يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني النجاة من العدو، فهو يريد أن يوصل رسالة إلى كفار مكة أننا عازمون على الخروج من الإحرام والعودة، وكيف هذا؟ عندما يرون الحلقة يعلمون بأنهم تحللوا وأنهم عائدون، فلذلك حلق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الخلاف إنما يجري بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف إذا كان الإحصار في الحل، أما إذا كان الإحصار في الحرام فبالاتفاق يجب عليهم ماذا؟ التحلل، يجب عليهم التحلل. لذلك هناك وجه آخر لتحلل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الحديبية جزء منها في الحرم،
جزء منها في الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تحلل كان في الجزء الذي هو في الحرم ولم يكن في الجزء الذي هو خارج الحرم، لذلك تحلل. هذا وجه آخر ذكره الفقهاء. فهمنا أحبابنا؟ قال: وإن كان قارنا، وإن كان قارنا يعني كان المحصر قارنا، بعث بدمين، بعث بدمين. وإن كان قارنا بعث بدمين. لما؟ قال: لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين. وإن كان قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين، إحرام الحج وإحرام العمرة. فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج مثلا ويبقى في إحرام العمرة، قال لم يتحلل عن واحد منهما، بقي محرما بهما، لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة، هو أحرم بهما معا، هو أحرم بهما معا. قال: ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم، إلا في الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند سيد أبي حنيفة. وذكرنا هذا أنه غير مقيد بالزمان عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، فهو مقيد بالزمان والمكان عندهما قياسا على دم المتعة. قال: ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء، يعني يجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح في أي وقت كان، في أي وقت كان. ليه؟ لأن العمرة غير مقيدة بزمان هنا، ولكن لا بد من المكان لها، لا بد، لا يصح ذبح الدم الإحصار لها إلا في الحرم. ثم علل الآن عدم جواز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحار، علل الآن قول الصاحبين، وهو عدم جواز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحار. قال: اعتبارا بهدي المتعة والقران، يعني الصاحبان قاسا دم الإحصار على دم المتعة والقران، فكما أن هدي المتعة والقران لا يصح إلا مقيدا بالمكان والزمان، كذلك دم الإحصار بالحج لا يصح إلا مقيدا بالمكان والزمان. نعم. قال: وربما يعتبرانه بالحلق، يعني وربما يقيسانه على الحلق. كيف يقيسانه على الحلق؟ قال: إذ كل واحد منهما محلل، يعني كل واحد منهما عند الصاحبين، عند الصاحبين، يعني الحلق محلل والذبح محلل، الحلق محلل والذبح محلل. ومع ذلك مع أن كلا من الذبح والحلق محلل، لا يجوز إيقاع واحد منهما قبل أواني التحليل، يعني الذبح محلل والحلق محلل، فلو ذبح قبل الأوان ما صح، لا يجوز هذا تقديمه. فكما لم يجوز الحلق قبل يوم النحر، فكذلك لا يجوز الذبح قبل يوم النحر. هكذا، هذا إيش؟ قياس الصاحبين. إذن الصاحبان إما أن يقيسا دم الإحصار على دم المتعة، أو يقيسان دم الإحصار على الحلق. وجه قياس دم الإحصار على الحلق أن الدم الذبح والحلق
كل منهما محلل، فكما أنه لا يصح الحلق قبل أوانه كذلك لا يصح الذبح قبل أوانه. هذا وجه استدلال الصاحبين. أما سيدي أبو حنيفة رحمه الله فله رأي آخر، فقال ولأبي حنيفة رحمه الله أنه دم كفارة، أن دم الإحصار دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه، فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات. وهذا كلام وجيه يعني في غاية الوجاهة، دون الزمان، فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات، بخلاف دم المتعة والقران، لأن كل منهما دم نسك، لأنه دم نسك، وبخلاف الحلق لأنه في أوانه، لأنه يعني الحلق يكون محللا في أوانه، أما قبل أوانه لا يكون محللا، لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف، يعني الوقوف بعرفة ينتهي به بالحلق. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.